نروح بقى للشأن المحلي. إغراقا في المحلية النهاردة بيواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الانتخابات التكميلية بدائرة طلخة ونبروه بمحافظة الدقهلية على مقعد توفيق عكاشة واللي أسقطت عضوياته على خلفية أزمة لقائه بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة. يتنافس في هذه الانتخابات 16 مرشح أبرزهم أبو النجا المرسي مرشح حزب الوفد. على الهواء مباشرة زميلنا محمد بهاء من مدينة نبروه. محمد أنا برحب بيك، وتفاصيل المشهد الانتخابي عندك في بداية اليوم تفضل. نعم، مساء الخير عليك شريف وعلى السادة مشاهدي عين على البرلمان متواجدين بمحافظة الدقهلية حيث تجرى الانتخابات التكميلية في الدائرة الرابعة دائرة طلخة ونبروه على مقعد واحد من أصل 3 مقاعد وهو مقعد النائب السابق توفيق عكاشة بعد أن أسقطت عضويته من قبل مجلس النواب بتصويت مجمع من أعضاء مجلس النواب بإسقاط عضويته. متواجدين كما قلت لك في الدائرة الرابعة دائرة طلخة ونبروه النهارده اليوم الثاني. اليوم الاول اغلقت الصناديق الاقتراع على نسب تصويتيه ضئيله جدا تتراوح بين 2 و3%، يعني حاليا ويعني منتصف اليوم او ظهيره اليوم يعني حتى الان الاقبال برضو يعتبر ضعيف جدا، يعني متواجدين داخل مدرسه سعد الشربيني وهي تحتوي على 5 لجان فرعيه مدرسه سعد الشربيني في مركز نبروه، يعني حوالي اجمالي الاصوات الانتخابيه 412,507 موزعين على 174 لجنة فرعية موزعين على 65 مقر انتخابي. حتى الآن لم نرصد أي مخالفات في سير العملية الانتخابية، لكن رصدنا تأخر فتح بعض اللجان في مركزي طلخة ونبروه، حوالي 10 لجان تأخروا حوالي ربع ساعة بسبب تأخر بعض القضاة عن وصولهم للجان بسبب طبعا يعني بعد أماكن الإقامة للقضاة. متواجدين حاليا في اللجنة الفرعية رقم 107 بمدرسة سعد الشربيني مع لقاء مع معالي المستشار محمد يوسف وهو رئيس هذه اللجنة، يعني يطلعنا على سير العملية الانتخابية ويطمئننا عليها. برحب بيك معالي المستشار ونطمن من حضرتك على سير العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. سير العملية الانتخابية الحمد لله على ما يرام والعملية منتظمة. بدأ اليوم الانتخابي بمعاينة اللجنة وتحديد مقر اللجنة وفتح المحاضر وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة 9 الحمد لله. يعني لو نتكلم على نسب التصويت حتى الآن وبالأمس أغلقت الصناديق، على نسب قد إيه من التصويت؟ يعني نسب التصويت على أي حال يعني ضعيفة نسبيا، ده باعتبار إن دي انتخابات تكميلية. يعني ماشي انتخابات عامة حتى على مستوى الجمهورية أو المحافظة، انتخابات التكميلية على مقعد واحد مركزين فنسب التصويت بسيطة، لكن الملاحظ إن شاء الله إن هي بتتزايد بعد الظهر. يعني باعتبار موجة انكسار موجة الحرارة وباعتبار يعني إن الموظفين ينتهوا من عملهم؟ طبعا يعني غالبا بعد الساعة 2 امبارح كان في إقبال متزايد نسبيا عن اليوم الاول. طيب لو نتحدث عن هذه اللجنه وحضرتك رئيس اللجنه 107 لجنه فرعيه، عدد الاصوات الانتخابيه فيها بالكامل ونسب التصويت حتى هذه اللحظه؟ يعني عدد الناخبين في هذه اللجنه 2614 صوت. نعم. نسب التصويت اعتقد انها ممكن توصل 5% او 4% حتى هذه اللحظه. حضرتك عن يعني هل رصدت اي مخالفات او اي نوع من انواع توجيه الاصوات داخل اللجنه او خارج اللجنه؟ ويعني وفي هذه الحاله وفقا طبعا لقانون اللجنه العليا للانتخابات يعني نعرف برضو ايه الاجراء اللي حضرتك بتتخذه؟ هو على اي حال الحمد لله لم يتم رصد اي مخالفات انتخابيه، لكن اذا حصل هذا الامر بيتم تحرير مخالفه للمخالف او من اجرى ذل المخالفه وبيتم احالته للنيابه العامه باعتبارها انها جريمه انتخابيه. تعتبر انه يحل النيابه العامه بيتم تحديد جلسه عاجله كمان بشكرك معالي المستشار موفقين ان شاء الله. يكرمك تحت امرك شرفته شريف. دي كانت يعني بعض التفاصيل من احدى اللجان بمدرسه سعد الشربيني بمركز نبروه. يعني حتى الان نسب الاقبال ضعيفه جدا، يعني ممكن ان تتزايد بعد انكسار موجه الحر او بعد ان ينتهي الموظفين من اعمالهم. يعني مستمرين في تغطيتنا في انتخابات دائره طلخه ونبروه الانتخابات التكميليه على مقعد واحد فقط وهو مقعد النائب السابق توفيق عكاشه. اليك شريف. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك محمد بهاء، شكرا لكل التفاصيل.